تاريخي أنا لا يسمح نرضى نبكي ونتجرح أصعب نخسر غير نربح أنت اللي غان تبكي علي بدموع علي بدموع الماضي ديالي سابقة في الغرام والحب خصوصا أي خليني نكون دايما عبد الغفور نو الدوش يلا جيت أنا كنقطر بالعرق من الزنقة سخنت لك الدوش وانت عطي الناس راك عارف الخدمه اليوم راهي بزاف وهي الصراحه الله يحسن العوان ولكن نو دواش بدل حويجاتك ومننا غترتاح اكثر تا جيتي قلبك الشمس تلاحيتي ورا اليوم والله الا ضربنا تمار اليوم في الخدمه عيطي واحد تمار ضربت والله يحسن العوان اصلا اليوم الصهر الصهر بزاف وتمار هاد المغرب الله يفول لنا منه وصافي ما تقولش هكاك كتبقى بلادنا ونضربوا شويه التماره حتى انا يلا طلعت من الزنقه كنت فلوس اللي عطيتيني مشيت تقدي داكشي اللي خاص والشموشه تمثل هات هات بقى بكمامتي وزادوا انا بالكمامه بك الله يجيب لينا العفو من عدو دابا نصبروا وترجع المياه المجاريه ان شاء الله يا ربي دابا يبعد علينا هذا الوباء ان شاء الله قولي لي بعدا شنو قال لك الطبيب بلا ما تفكرني في الصباح مشيت عدو وقال لي يعني خصك مازال تخيطمو وتبعيه تانت بعد تخيطمو لمدة 4 شهور عاد يمكن ليا يولي عندي انني نقدر نحمل ايوا نتسنى هاد 4 شهور على الله وعسى تكون شي نتيجة ولكن تيقتي في الله سبحانه وتعالى كبيرة لما حنش اليوم غادي يحن من هنا 4 شهور انا اكيدة ان شاء الله يكون خير حتى دارنا مبرسطين لي كل مرة واش باقي مبغيتيش دير وليدات حتى خوتي الصغار كلهم ولدو بقيت غير انا يا بوحدي شوف عبد الغفور غنقولك واحد الكلمة حنا الحمد لله تزوجنا عن حب كنا كنبغيو بعضياتنا المشكل الوحيد اللي عانيت معاك فيه هو الولاد ولكن خاصك تفهم داركم كما انا فهمت دارنا حتى انا راه والديا كيقول لي ولدي ولدك يسحبوا داكشي بايدنا خاصنا نفهموا ان الولاد بايد الله سبحانه وتعالى حنا راه ماشي كنصنعوهم واش انا كرهت نمشي نصنعو نخشي في كرشي ونجي نقول لك هكا ولد كرهت يكون بنت وولد وندير لهم عيونات زرقين داكشي ديال الله سبحانه وتعالى انا ماما بقات كتقول لي كيفاش امتى غتولدي كيفاش عيالات خوتك هادي بقات راك عارفه بلا بلا ديالنا صافي قلت لهم وقفت مع حدهم قلت لهم نالي غيبغي لي الله سبحانه وتعالى راني غنحمل وغندير لهاي لالا وندير لهم الشيخات وهما يكونوا فرحانين غير هما ان شاء الله يلا انا غادي نمشي ندوش انا سخنت لك الدوش ديري بالك والو ان شاء الله يكون خير يا ربي دير شي شاو ديال الخير ان شاء الله غادي يكون خير الا بعد منا البشر شويه ايوا هادشي اللي كاين دابا انا ويا رحنا واقفين على الطلاق ولكن انا بغيت نفهم علاه زعما غطلقوا ياك خديتي عن حب ومفاهمين وكل شيء مين كنت كنعرف انا عبد الغفور وانت كتعرفي هاد السيد اشنو طرا دابا ايوا ملي ما كتكونش كلشي كتجيب لك الاولاد كتبقى ما عندكش حتى شي قيمه كيفاش ما فهمتش كرشك ما كتجيبش لك الاولاد كما سمعتي انا عاقره عمرني ما غادي نقدر نولد ولا نجيب شي وليد ولا بنيه ولكن باش عرفتيها انا دابا كمشيت عند الطبيب وقال لي من هنا 4 شهور تقدريش ولدي وعطاني تخيطمو راه بعض المرات كتكونوا غير هرمونات مخربقين علاش انتي زربانه هاد الزربه وباش عرفتي اصلا المشكل فيك ووصلتوا للطلاق وهادشي ياك ما منك انتي راني عارفك ما كتسويش انا الطبيب راني مشيت عنده قال لي عمرك ما غتقدريش ولدي ماشي مساله هرمونات انا ما كنولدش بصح ما عمرك تولدي انا دابا بغيت غير نفهم اجاب الاولاد الزواج اوكي فهمنا ما كتولديش ولكن كنعرف شحال من مرة مزوجه براجلها سنين وما كتولدش 20 عام 30 عام وكاين اللي كتبقى معاه حتى كتدفنها وتدفنو و كون كنتي مزيانه زعما انا كون بقيتي معاه كيبان لي الاولاد ماشي شي اشكال راه الناس كيقلبوها على شكون اللي فهموا تفهموا اصلا كنت متوقعه منك بحال هاد الهضره دائما الغلط على المراه المراه اللي ما مزيانهش داكشي علاش يطلق الراجل اللي باغي الولاد لالا ودابا حنا واقفين على الطلاق بسبب الولاد
انتي دايره حياتك كامله على الاولاد وانا عارفاك فمك سابقك فين ما مشيتي. علاش انتي راجلك ما تكسبيش؟ كاين اللي كسب راجله بلا ولاد. يلا وريني ان شي وحده لما ولدتش طلق عمرك شيفه مره قليل اللي كيكون باغي لها غير السبه. غتقولي هاد الهضره دابا علاش؟ حيت اش قال لك الطبيب من هنا 4 شهور ولا 5 شهور راه تقدري تولدي، ولكن كان كنتي في بلاصتي وربي ما عطاكش الولاد وحرمك منهم كنتي غتعرفي بحق الجحيم اللي كنعيش فيه وبحق الحرقه اللي في قلبي. ولكن من حقك دابا تقولي اللي بغيتي حيت فمك راه عندك خليتك الراحه تراحي بلاش منه. الجحيم عيشه انتي راسك، انتي اللي مكزر راسك. انا راجلي دابا مع عامين وما ولدتش وبقينا صابرين وبقينا كنداويو، وهربي قال لي من 4 شهور غتخرجي حامله باذن الله ولا بغى الله. انتي هادشي اللي كتقلبي عليه وغتصدعوا المشاكل والطلاقات. الله يزيدك، انا بغيتك تعقري، بغيتك تفوتي العقر لداك الجي. هانا راجلي العزيز، ها القهيوه ديالك. شراك ايوا شرب بالصحه والراحه. واش لقيتي اللي كتشوف في الضفران عندي ولاو كبار؟ ايوا انا امتى كانوا صغار، كون كنتي بنت كون راه يهزوا الكيلو ديال السباغه. غير مع الخدمه والتمارا زوينه تبارك الله عليك، غير مع الخدمه والتمارا والله ما بقينا كنساليو بالله. ايوا احنا بلا خدمه بلا تمارا وما كنساليش. وما تكون في حالك ركبك غير في الدار اش كدير؟ يلا جات جارتنا وصحيبتي طنطنت ليا راسي ومشات. شكون هي في جارتك وصحاباتك؟ اسماء. مالها مسكين؟ قالت لك حكه عاقره، ومن فوق هادشي انها واقفه على الطلاق. واقفه على الطلاق مسكينه، ولكن راه عادي بالنسبة للمرأة ما كتولدش. الراجل الا كان فعلا كيبغيها راه غادي يغامر معاها ويبقى معاها، راه ماشي بالضروري الاولاد عاوتاني هما اللي كيشدوا الراجل. ايوا هادشي اللي قلت لها سيدي، ومن قلتو ليها سميت انا ما مزياناش، قالت لي كون كنتي عاقره ومسح لك الطبيب السما بليكا كون حسيتي بيا. شوف بالنسبه لاسماء رانا داكشي اللي كيبان لي ظريف الله يعمرها. درويشه راجل اللي شويه عينو زيغين هادشي اللي كاين، وهي ما عرفاش تختار النهار الاول. زيدتي درويشه انا اللي عارفاها هذيك راه الفعه. واخا صاحبتي ولكن ما نكذبوش الفعه الفعه، وزيدو انت اللي برك تمدح فيها ظريفه وهادشي ياك ما كتسنى غير البره تجيها. انا الشيطان هاد المره على الشيطان، راه كلمه ديال الخير كلمه ديال الحق كنقولوها. راه اللي كيبان ليا فيها هي انها ثقيله ومرزنه وديما السلام السلام والاحترام، وكتشوفني هاو في الدروج كتهضر راسها، وديما كتجي شحال مره هنا في الدار كنلقاها كتشوفني كتخرج ولا كتهضر راسها ما كتشوفش فيا حتى تهز العين ما كتهزهمش فيا. ثقيله هي خنش الدقيق انا ماشي ديك المره، مشيت نقول عافاك الكبيده ديالي لما هز عينك في راجلي. مالا الشيطان مالا الشيطان، لا ما كناقشوا ولا مضاربين على والو. حنا ما كنضاربوش وما غنضاربوش على وحده واقفه على الطلاق، انا غير كنقول لك باش عرف اشنو كاين وصافي. وين خديتي داك الدواء اللي عطاك الطبيب؟ خديتو ومابقاش شربي داك الفاني. درا الفاني هو اللي سبب لك فهادشي كامل، خلاك مابقيتش ولدي. بقيتي عليا لا ندوزو عام لا ندوزو عامين عاد نولدو حنا غنبقاو بلا ولاد. هي الصراحة في الفاني هو اللي خرج عليا، ولكن أنا كنت كنقول زعما ما نزربوش ماشي غتزوج ولد، نديرو بحال أيامات بكري نبلزو 10 ونوحلو فيهم. إيوا صحابي تا دابا فيها خير ما قالينا والو، إن شاء الله تا حنا يكون عندنا وليد ولا بنية ونفرحو بيه ونشطو بيه تا حنا إن شاء الله. تخيل معايا نحمل ويكونو عندي التوام. تصرفي عليهم؟ لا عاش غديري؟ آه جابت معايا الحتيت الحتيت الحتيت، وسيري طيبي ليا العشاء راه فيا الجوع. سير تي غمقتي ليا القهوة نوضي. وصافي تا تجي شحال فك عطيني قهوة نوضي ولا غنطلقك؟ لا يلاه نوضي بالله نوليو جارات مطلقات. واش بان لك اخويتي كنشطح؟ جيت عندك الدار وما لقيتش، قال لي راجلك راه كاين في السطح.
قال لي راكي كاين في السطح وطلع صوت. انا دوزي تجلسي دوزي راجلي يا سن هبطلي. اشنو؟ لا والو كي دايره لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. هضرنا نيت صحه بخير. هضرنا انا وياه نيت شويه في الدروج وقال لي دخلي الساعه ما بغيتش ندخل قلت نطلع نهضر معاك هنايا. قال لي دخلي تسنايا الباب وداك الساعه دخلي ويعمر لك اتاي. لا خصني انا ما ندخلش للدار انت ما كايناش فيها. ايوا جيت صراحه بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع. مرحبا على الراس والعين دوي خويت بارك ما دولش ما قلتي لي ديري راه دارني التيلاد اللي في كرشي. شنو حملتي؟ ايوا لا بغى الله الله يثبتو ويجيبو لهاد الدنيا على خير. ايوا مبروك عليك اختي وصافي في عزك ان شاء الله. الله يبارك فيك. ايوا اجي نهضروا نهبطوا لتحت باقي راه نهضروا راه الشمس طنطنتني وهاد الحوايج من بعد طلعي كملي بغيت نهضر معاك ضروري. اي واخا يلا هبط. انا بغيت نفهم علاش ما بغاش تكمل معايا الهضره في السطح. هادي باين ليا خاصني نصدرها قبل ما تصدرني وانا وليت حامله بكرشي. دخلي انا جايه. علاش اخويا انت كنتي كتدخل العيالات وتعمر ليهم اتاي؟ عمرتي حتى مخك. اش من عيالات دابا؟ بلا ما تخليني انا اصلا عارفني كنتوحم بلا ما نتوحم عليك ونديرك طريق. كيفاش بلا ما نتوحم ديرك طريق؟ واش شهبين ولا مالو؟ شكون جايتك؟ تا واحد. شوفو كان رقنا لك تا واحد. ها اذا راسك فيه الدغل ما دق عليك حد ما والو من طلعت للسطح. جات هذيك صاحب جاك اسما كتسول عليك راه صيفطتها عندك السطح. ولكن قبل ما تصيفطها قلتي لي دخلي نعمر لك بريري ديال اتاي. قلت لها دخلي تسنيها في الصالون تجي. هي قالت لي غنطلع عندك. قلت لها طلعي عندها. ولا صاحبتك بغيتي نصيفطها نقول لها ما كايناش نصدرها نجري عليها. دابا كاع نتوما ولات نيتكم صافي. انا اللي نيتي عوجه. يديك الله يديك الله وتكيسي بعد على داك الولد اللي عندك في كرشك. هاديني الله ومكيسي عليه خاصه الناس اللي بجنابي اهديهم الله. وهاديهم الله هاد الناس اللي بجنابك. انا دابا غنمشي نتكلم ليها ولكن هادشي راه ما نسيتوش ديرو في بالك. بقى خطط ليا خطط ليا ما قدوكش الجيران. دخل قلب في انستغرام تا هو. المرأة هادي مال سمحي ليا مشيت رديت الماء في الكوزينه وجيت. مالك سمعتك كتغاوتي اش كاين؟ لا لا كون راه سمعتي راجلك ولا ما نعرفش كون سمعتي ماشي انا راجلي. بغيت غير نقول لك راه هادشي علاش جاي نهضر معاك. الله يسمع على خير. انا وراجلي طلقنا البارح. يعني داكشي اللي دار بيناتنا ديك النهار تخاصمنا تصدق بالصح؟ اي لا لا طلقني حيت ما كنولدش وما عنديش الولاد حيت عمرني ما غنولد. قال لي انا ما عندي ما ندير بمراه عاقره. وانا نصحبها كيتفلى. شنو؟ لا والو والو وصافي. جنتي ما عرفتي فياش الخير ما فيش الخير. دابا ربي يجيب لك حسن منه ويعرف بقيمتك كاع كاع ما يديها منهوف على الاولاد. كنحس بواحد الفراغ كبير في حياتي. كاع الامل ديالي بنيتهم عليه دمرني. وتنتي زدتي فيه بنيتي عليه امال درت ليه لو بنيتي عليه بهيجه صافي مشي راجل يجي راجل ماشي مشكل ما طرا والو. متي ياك ما طرا والو حيت راجلك حداك كون عشتي داكشي اللي عشتو انا وكون طلقك انت دابا راجلك وما كنتيش كتولدي غتحسي بهذا الالم اللي كنعيشو. كلشي في لحظه وحده كتخسري كلشي. الراجل اللي كتباني عليه كلشي مشى والولاد عرفتي شنو هي الامومه. عمرني ما غنسمع كلمة ماما عمرني ما غنسمعها. صافي جاتي غدا يتغدى.
تغبني علينا بحال ما عرفتش طاري الامومه، راه طربيه دعينا في الزناقه شكون بغاهم ياك حيتاش حملتي دابا هاد الهضره كاع ما كنتي كتقوليها قبل من 3 شهور دابا ولا 4 شهور ملي كنت شنو ملي كان كيسحبك راسك حتى انت عاقره كنتي تضلي في الطبيب وتباتي في الطبيب كان كيسحب ليا راسي وما خرجتش عاقره نسيت الهضره اللي كنتي كتقولي ليا اختي انا عاقره اختي انا راه ما نقدرش يطلقني راجلي وادي صافي دابا حملتي وليتي كتقولي لي انا هاد الهضره الاولاد غاديين مين قلتها لك ضحكتي عليا ايوا صافي لي تعجب كيتبلى انا عمرني ما ضحكت عليك ولا تعجبت فيك ولا تشفيت فيك بالعكس كنت ديما كنعاونك وكنساندك ديما كنقول لك الهبيله ما تبقايش تقولي هاد الهضره ديما كنعطيك امل انتي شنو كديري ليا دابا ولكن الغلط مني كيسحب ليا انتي بصح صاحبتي وديال قلبي وعلى مالي انا اختي دابا ماشي صاحبتك راني صاحبتك ولكن اش بغيتيني ندير لك نجيب لك الراجل بزز ونجيب لك التريكه بزز وبلاتي اختي دعي معايا يكون عندي التوام ونقسم معاك كاينش صاحبه كتقول بحال هكا لصاحبتها هنتيني بما فيه الكفايه انا اصلا خصني نفهم راسي ما نبقاش نجي عندك انا كنقول لك الواقع اللي ما بغيتيش تقبليه مسموم مسموم عبد الغفور انا من قبيله وانا كنغوت راه كنت غير في السطح كنشرب في الحوايج ايوا الله يخليك ليا زماني نطيب لك شي حاجه تاكلها لا ما باغي ناكل والو ولا كنتي تبغيتي تاكلي راه هذاك الولد اللي في كشك راه باغي ياكل راني كنحس براسي ماشي هي هذيك ياك مقربتي تولدي راه شهري هذا وزيدون هاد الشهور الاخرين تعذبت فيهم الله يسمح لينا من الوالدين وصافي وراك عارفه الطبيب قالها راه الولد فيكون صعيب شويه وسيرتو انت يلا الولاده الاولى راه غدوت عندك قاصحه ودي مواتنا راه كانوا يولدوا 10 واحد من ورا واحد شكون حس بيه يا كانوا اي يظهروا تا يلقاوه هبط حنا راه ولينا كاملات مشكرفات ولكن الله يجيبوا الدنيا على خير الله يفك وحيلي على خير يا ربي نتمنى من الله سبحانه وتعالى يوقف معايا ان شاء الله دابا يكون خير غادي يكون الخير ولكن بغيت نوصيك انت راه باقي ما فاهم والو في الولاده مازال انا راه وقفت وحضرت مع عيالات خوتي وخواتاتي وحتى مع مرت خوك ديك النهار توقد وما تخافش ولا احتاجيتي الفلوس حل ديك الصنيديقه ديالي حنا دايرين غير الوقت الحزه ودور مع الفرمليات باش يتهلاو فيا هذوك الفرمليات حتى هما في السبيطار بوحدهم الا ما عطيتيهمش ما دورتيش معاهم ما كيعقلوش على المراه واش دابا انت سوقك دور معاهم جاتنا في التدويره عطيها ليهم واش انا داك الساعه غنكون محنه غتبقى تفكر ليا في 400 ريال اوديكم كتخدم بشي خدمه ديال الهي الناس زوينين كون راني براقي وبلا كيس ديالي كاع ما مشيت ولدي في السبيطار ديال الحومه راك عارفه السبيطارات كيفاش دايرين لا حول ولا قوه الا بالله شوف هادشي اللي عطانا الله سبحانه وتعالى حنا حامدي الله وشاكرين به بغانا نولدو في داك السبيطار نولدو فيه المهم تهلا ليا في الفرمليات قال لك لما دور لما واحد الوجع لما دورتيش راه بيتهلا وشفك صافي غادي ندور مع الفرمليات والفرامية كاملين غنعطوهم شحال 400 درهم الواحد ولا 1000 ريال الواحد عطيوها لي مالا لا غير باش يتهلاو فيك ويوكلوك وفلو الوقت ويعرفوا اي حاجه خاصه كيعطيوها لك او عيط لماما الا شدني الوجع دابا انا راه كنوصيك في اي وقت يقدر يشدني غير هو سمعي نقول لك منين تولدي ما تقولش لي نمشي لدارنا اجي تولدي تبركي هنا بدارك هنا بركي امك الا بغات تقابلك تجي هنا وتقابلك ولا انا غنجيب الوالده ديالي تقابلك هنا في الدار حسن لك من اللي بحال عند ماما بحال عندي غير انا يا تما كنحشم من خوتك وعيالات خوتك وراك عارف ما نقدرش نبقى غادي جاي عندهم خطيبات انا مازال هنا في داري راه نقدر نجيب لك اللي بغيتي ونبرك معاك وهادي راك تعرف
واش دابا كتحشم منهم ولا بغيتي تشوف ولدك بوحدك؟ صراحه بجوج انت شوف انا غادي نخرج للزنقه نجيب لك شي حاجه من تاكل ياك وكل خير ان شاء الله. بقيتش فكر بزاف الولاد. ما تجيبش لي شي حاجه حلوه، بغيت حاجه مالحه حقاش فمي محمض عليا. صافي واخا يكوني هاني ارتاحي مع راسك. ولا لقيتي حتى شي حاجه حاره جيبها. شي حوايج بلا ما تكعما والو، ونصرح لك اللي كاين. انت خويا وكابر انا في درب واحد. الدري هذا ولدك. هاد الهضره ديال الزنقه ما خداماش اسعد. وا وا تشك تقول لك تشوف قاش كتقول هاد الهضره. انا الجرح ديالي في قلبي ما غاديش يبان، حيت انت النهار الاول خرجتي للطريق، انت اللي بغيتيني انا نكون هاك خشيتي على حياتك. سلام لا فامي، كي دايرين؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير على خير يا رب ان شاء الله. المهم كنتمنى يكون عجبكم الجزء الاول وتكونوا اقتنعتوا به. يا رب يا رب يا رب يا كسول. بيان سور بيان سور. اوي المهم ما تنساوش انستغرام ديالي. ها هو وفق منسومه. ما كتبغيش لكم سومه دابا، كيبان لكم انستغرام ديالي. لا علاش؟ المهم ما تنساوش الانستغرام ديال سومه حتى هو. ها هو غنضرك لها وجهها عاوتاني. لا علاش ما تضركش وجهك انت؟ المهم ما تنساوش الانستغرامات ديالنا، تما كنديروا بزاف ديال الحوايج زوينين ياك. وما تنساوش تابونوا في لاشين ديالي سوما ريما عبدو منار. وما تنساوش دوزوا الانستغرام ديال جواد والناس. ها هو حتى هو غنضرك لسوما وجهها عاوتاني. وما تنساوش القنوات الثانيه ديالنا اللي كنديروا فيها لي فلوغ، واللي هي سوما فلوغ وعبدو عند اسماء، ولا اسماء عند عبدو. المهم ما تنساوش اخوتي، كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيلم هذا يا ربي ان شاء الله. وما تنساوش لايك لايك والكومونتير وبارطاجيو مع الماكسيموم مع اصحابكم والناس اللي كتعرفوا. وكنقول لكم تسناو الجزء الثاني، حيت الجزء الثاني غيكون شي حاجه اللي هي زوينه وزوينه بزاف. صافي الجزء الثاني غيكون ان شاء الله احسن من الجزء الاول. صافي باي باي، السلام عليكم. شو الشمس.